عاشت بلاد الأبية عاشت بلاد الأبية عاش قائدها العظيم قائدها العظيم ويلك من قلبي تحية ويلك من قلبي تحية نفرح ونغني يا فلسطين نغني يا فلسطين عاشت بلاد الأبية عاشت بلاد الأبية عاش قائدها العظيم قائدها العظيم ويلك من قلبي تحية ويلك من قلبي تحية نفرح ونغني يا فلسطين نغني تحية إجلال وإكبار لأسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال، تحية لأسيرينا أيمن شراوني وسامر عساوي المضربين عن الطعام منذ أكثر من 120 يوما، ولا أستطيع أن لا أذكرهما وأوجه لهما التحية حتى لو ذكرهم زميلي بشار قبل قليل، ولكن التحية لجميع الأسرى والمعتقلين الذين يقاومون الجلاد مطالبين بحريتهم. اليوم معنا الأسير المحرر المقدسي ماجد الجعبي. صباح الخير ماجد، أهلا وسهلا فيك وحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم ويرضى عليكم وبنشكر لكم هذا البرنامج اللي بيهتم في شؤون مدينة القدس وفي الأسرى المقدسيين تحديدا. أكيد واجبنا. الله يرضى عليكم. ماجد، أول سؤال بدي أسألك إياه عن كيف أثر التقارب الفلسطيني والوحدة الفلسطينية في العدوان على قطاع غزة على الأسرى داخل سجون الاحتلال ومعنوياتهم وكيف كانوا ينظرون للواقع؟ طبعا الأسرى في سجون الاحتلال يمثلون حالة فريدة من الوحدة الوطنية ومن التلاحم بين كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي في كافة تواجدهم سواء في الضفة الغربية أو أسرى قطاع غزة أو أسرى الداخل الفلسطيني أو أسرى مدينة القدس. كانوا نموذج فريد للوحدة الوطنية ويعني استبشروا خيرا في قضية التوحد الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي عبر الجهود الدبلوماسية ومقاومة الاحتلال عبر كافة الطرق المتاحة للشعب الفلسطيني في يعني لنيل حقوقه المسلوبة من هذا الاحتلال الغاشم. طبعا الأسرى استبشروا في هذا الموضوع كما قلنا ويعني دعوا إلى مزيد من الوحدة وإلى مزيد من تكثيف الجهود في هذا المسار وأن يجعلوا الاحتلال هو قبلتنا التي نحاربها والتي نقاومها. ماجد، بما أنك موجود معنا اليوم كنت حابب أعرف بشكل يعني بشغلة شخصية عنك، كيف كان شعورك أول ما أفرج عنك أول ما رجعت لأحضان عائلتك وأهلك في البلد القديمة؟ لو توصف لي هيك الشعور كيف كان؟ طبعا هو شعور لا يوصف، إنسان كان مقيد مدة عامين ثم يعني يخرج من سجون الاحتلال، يخرج من القيود، يخرج من تقييد الحريات داخل السجون، يخرج من القهر، يخرج من حيث التعذيب النفسي والجسدي اللامتناهي إلى الحرية. يعني هذا شعور لا يوصف، فقط يعني يشعر به من يخرج من هذه السجون. طبعا الفرحة الكبرى كانت حين وصولي إلى مدينة القدس ولقائي بالعائلة الكريمة ودخولي إلى ساحة المسجد الأقصى المبارك رغم يعني تنغيص قوات الاحتلال وإيقافي لمدة أكثر من ربع ساعة على بوابات المسجد الأقصى المبارك ومن ثم منعي من دخول المسجد الأقصى المبارك. ولكن يمكن كان مفروض يخرج عنك يوم الأربعاء وتجهزوا أهلك لاستقبالك. نعم. إلا أنه أجلوها ليوم الخميس. نعم، كان العديد من الأصدقاء والعائلة ينتظروا أمام سجن جلبوع ولكن أبت يعني إدارة السجون الاحتلال حتى في يوم الإفراج عني إلا أن تنغص هذه الفرحة وأجلت الإفراج يوم كامل حتى يعني يسلبوا الفرحة من قلبي ومن قلب عائلتي وحتى من قلب الأسرى الذين كانوا متواجدين معي في نفس السجن. ولكن يعني كحلنا أعيننا برؤية مدينة القدس وبالمسجد الأقصى وقبة الصخرة ونقول يعني رغم الاحتلال وتضييقاته إلا أننا صامدون صابرون ولن نتخلى عن هذه الأرض وسنبقى صامدون فيها بإذن الله. جميع السجون الإسرائيلية متشابهة في طريقة التعسف وطريقة التعذيب لأسرانا وبمجرد أنهم موجودين بسجن فهو هذا ضد الإنسانية، ولكن سجن جلبوع له خصوصية وله معاناة خاصة للأسرى، إن كان بالإمكان أن تصف لنا ما هي هذه الميزة الوطنية أو ما يميزه وطنيا وحتى على المستوى التصرفات التعسفية لقوات الاحتلال. طبعا الواقع داخل سجون الاحتلال هو واقع مرير وصعب باتجاه كل الأسرى سواء من أهل القدس أو من أهل الداخل الفلسطيني أو
من إخواننا في الضفة الغربية وقطاع غزة. طبعا في سجن جلبوع قامت إدارة مصلحة السجون بعزل الأسرى المقدسيين وأسرى الداخل الفلسطيني عبر أقسام خاصة، وذلك حتى تحد من التقائهم بالأسرى الفلسطينيين من المناطق الأخرى، وهذا وتعزز الانقسام والتفرقة بين جميع الأسرى. ولكن أبى الأسرى أن يرضخوا لهذه السياسة الظالمة وكثفوا جهودهم حتى يكسروا هذه العزلة، وبفضل الله عز وجل نجحوا في ذلك وخرجوا من هذه العزلة التي فرضت عليهم. طبعا إدارة سجن جلبوع تنتهج سياسة من الحرمان ومن التضييق على الأسرى عبر منعهم من مشاهدة الصحف العربية والتضييق عليهم في قضية الطلبات وفي قضية النزول إلى العيادة أو قضية يعني حتى استلام وجبات الطعام التي تكون رديئة جدا 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 كما ونوعا. فيعني هذه السياسة سياسة عنصرية تنتهجها إدارة مصلحة السجون في كافة السجون، وتحديدا في سجن جلبوع يعني لمسناها حينما التقينا مع أسرى من سجون أخرى، قالوا يعني أن إدارة سجن جلبوع تنتهج سياسة عنصرية أكثر من إدارات السجون الأخرى. نعم ماجد، يعني نحن شهدنا هذا الانتصار الذي حققه شعبنا في الأمس فيما يتعلق برفع مكانة دولة فلسطين. طبعا هنا بالحديث عن التفاصيل وعن المستجدات وعن المتغيرات التي سوف نشهدها هو تغير المصطلح الذي يطلق على الأسرى، سيصبحون حسب القانون الدولي أسرى حرب، يعني سجون الاحتلال التي تعج بالأسرى الفلسطيني سيصبحون أسرى حرب. برأيك يعني هذا التغيير على المستوى القانوني الدولي كيف، يعني هل تأمل بأن يحدث تغييرا إيجابيا فيما يتعلق بأسرانا خلف قضبان الاحتلال؟ طبعا هذا أملنا جميعا أن يتم تخفيف معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، ولكننا جميعا نعرف الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه للقوانين ولا يأبه للمعاهدات الدولية ويستمر في انتهاكاته العشرات من القرارات الدولية التي كانت في صالح الشعب الفلسطيني، ولكن الاحتلال الصهيوني ضرب بها عرض الحائط. طبعا الأسرى ينتظرون كل فرصة لرفع المعاناة عنهم والإخراجهم من هذا الألم والعذاب الذي يعيشونه يوميا، ولكن كما قلت هذا الاحتلال الغاشم يحاول أن يسلب فرحتنا ويحاول أن يضيق علينا حتى في انتصاراتنا. مجد، في النهاية ما هي رسالتك للقيادة الفلسطينية ولأبناء شعبنا وكافة الفصائل وأنت محرر الآن في مدينتك القدس؟ طبعا رسالتي ورسالة جميع الأسرى في سجون الاحتلال للقيادة الفلسطينية أن يوحدوا جهودهم في كافة المجالات ضد هذا الاحتلال الغاشم ولاستعادة حقوقنا المسلوبة، ويدعو الفصائل الوطنية إلى مزيد من التلاحم ومزيد من رص الصفوف في مواجهة هذا الاحتلال حتى نستعيد حقوقنا المسلوبة وحتى نستمر في الطريق إلى تحرير كامل تراب فلسطين وننال يعني الدولة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف. مجد الجوابة، شكرا جزيلا لك والحمد لله على سلامتك كمان دور. طبعا لا يسعنا إلا أن أقول نتمنى طبعا الإفراج العاجل عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال. طبعا نظل مع نفس الملف. التقرير التالي كانت قد أعدته زميلة كريستين ريناوي، هي قصة حول الأسير المقدسي وسام كاشور والمتواجد والمسجون في معتقلات الاحتلال منذ 10 سنوات. لنتابع. على مدار التاريخ قدمت القدس مئات الأسرى من أبنائها، وما زال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة 300 أسير مقدسي، واحد منهم الأسير وسام حسن كاشور 31 عاما شقيق الشهيد حسام كاشور، حكم 12 عاما قضى منها 10 أعوام، وهي الأعوام ذاتها التي تغيرت فيها أحوال أسرة كاشور التي تسكن في عقبة شداد بالقدس القديمة. في إشي ناقص في البيت، يعني ما يعني كلهم كل أسرانا يعني كنا نتذكرهم بالليل وبالنهار، ما بيجيبوا عن بالنا، ما بيجيبوش عن بالنا، اصبروا وإنه الفرج قريب، ويعني وستك بالصلاة بتدعي لك بالفرج ولكل المسج يعني لكل الأسرة، يعني ما فيش يعني للكل بندعي بالفرج القريب إن شاء الله، والنصر جاي بإذن الله تعالى. مرض الأم ووضعها الصحي حال دون زيارة أسيرها في السجن وعدم القدرة على رؤيته لعام ونصف، لتشكل سنوات البعد هذه حرقة في قلبها ضعفت حزنها وألمها على شهيد الوطن ومسلوب الحرية.
إن شاء الله بس أتحسن بصير أروح أزور، يعني لو كل شهرين كل ثلاث شهور أهون، كل ثلاث شهور أما من مرة بقدرش. وقت هو مشتاق لنا وإحنا كثير مشتاقين له، وسلامي له ولجميع الأسرى وعماته بيسلموا عليه، وحسني أخوه وعصام وخالته نعمتي وابن خالته، يعني كلهم بتمنى له يطلع بالسلامة ونجوزه. ولو اتجوز ما هو كان هلقيت هيك ولاده أخذوا 20 سنة بقى، هلقيت 30 و31 عبين ما يطلع بقى زي 33 سنة. قديش يعني مضى من عمره هذا. وسام سلامي لك وكيف حالك وكيف صحتك ودير بالك على حالك وانت والشباب. صور الشقيقان الشهيد حسام والأسير وسام تملأ المنزل، وهذه الجدة ثمانينية العمر تقسم يومها في الصلاة والدعاء لأحفادها، فمنهم الذي قدم روحه فداء للوطن، ومنهم من قدم حريته في سبيل تحرير أرضه المقدسة. أنا سبته، أنا سبته وبتمنى له الفرج من الله إلى كل المساجد. والله وإن شاء الله صحته تبقى منيحة يا ربي، هو كل المساجين بتمنى لهم التوفيق من الله والنصر من الله. الله يرضى عليك يا ستي ويحنن عليك انت وجميع الشباب، الله يرضى عليهم ويحنن عليهم ويوفقهم ويطلعهم كلهم سالمين يا الله يا رب العالمين. الله يرضى عليهم، نتمنى لهم الفرج كلهم. كفاح شقيقة الأسير وسام الكبرى لم تلتقيه منذ 9 سنوات مرغمة بفعل الشلل في قدميها، وعادة ما تقضي أيامها بين المستشفيات، ليصادف وجودها في المنزل مع زيارتنا وتتمكن من توجيه السلام لشقيقها عن بعد. بقدرش أزوره لأنه عندي حالة شلل بإجرائي، يعني ما ينشغلش باله كتير علينا، احنا بخير بنتمنى له انه يكون يعني احسن منا، وان شاء الله هو وجميع الاسرى بيكونوا بخير. لنا ذكريات مع بعض، كنت العبه وهو صغير، ننزل على الحرم ندف بالقدس بزهرة المدائن، هو يعني راح يتذكر هاي الاشياء. نتمنى الإفراج العاجل إلى ولجميع الأسرى. عائلة كشور المقدسية قدمت العديد من الأبطال من الشهداء والأسرى الذين قضوا دفاعا عن أرض الرباط القدس المحتلة. أسرة مقدسية جديدة أخرجت الشهيدة والأسير لتتشابه القصص والمصاب واحد، حرمان قسري يعيشه الأهالي مع سبق إصرار الاحتلال والترصد. كريستي ديناوي لصباح خير يا قدس، تلفزيون فلسطين. شعب الجبارين هو اللي حيطلع منه زهرة من زهراته وجبل من أشماله، بيرفع علم فلسطين فوق أسوار القدس ومعادن القدس وكنائس القدس. إذن شكرا لزميلة كريستين على هذا التقرير، ونتمنى الإفراج العاجل عن وسام وعن جميع الأسرى في سجون الاحتلال. ننتقل إلى ملف آخر. يعني مشاهدينا، لقد شاهدنا في الفترات الأخيرة الاستهداف الذي يبدو الاستهداف المتعمد من قبل قوات الاحتلال ضد الصحفيين، سواء في غزة سواء في القدس في العديد من المحافظات. يعني هناك حالات استشهاد في صفوف الصحفيين، قمع لحرية الصحافة، قمع لهذه الرسالة التي يحرص الصحفيون والإعلاميون على نقلها. طبعا للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد أمجد العمري، رئيس المجلس الإداري لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، وهو أيضا صحفي في صحيفة القدس. صباح الخير سيد أمجد. صباح الخير. صباح الخير لكم للمشاهدين. صباح النور. سيد أمجد، لاحظنا هذه الهجمة غير المسبوقة، هذه الهجمة المتصاعدة ضد الصحفيين والإعلاميين،
في أماكن عملهم سواء ميدانية سواء في مكاتبهم، يعني شاهدنا كيف تم قصف على سبيل المثال برج الشروق حيث تتواجد مكاتب إعلامية في قطاع غزة خلال العدوان. برأيك يعني لماذا هذه الهجمة على الصحفيين؟ هل هي لمنع نقل الرسالة؟ هل هي لعدم فتح الاحتلال أمام العالم في الخارج؟ بداية اسمحوا لي في هذا الصباح المشرق في فجر الحرية الجديد الذي بزغ على فلسطين أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أوجه التحية لأطفال فلسطين ونساء فلسطين وشيوخ فلسطين في كل محافظات الوطن وفي مخيمات اللجوء وفي أماكن الشتات في مختلف أنحاء العالم، أن أوجه التحية إلى أولئك القابعين بين الأنقاض حتى اللحظة في قطاع غزة بعد هذا العدوان الغاشم الوحشي على قطاعنا الحبيب. واسمحوا لي أيضا أن أوجه التحية للقيادة الفلسطينية، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس الذي أثبت بالأمس مرة أخرى للشعب الفلسطيني، أثبت شجاعة وحكمة في عزل إسرائيل وعزل نهجها ومخاطبة العالم باللغة التي يفهمها هذا العالم، مخاطبته بلغة واقعية. نحن شعب نريد السلام ونصر على حقوقنا ومستعدون لمقاومة شعبية سلمية حتى نيل كامل حقوقنا على هذه الأرض. واسمحوا لي أيضا أن أقول نقطة أخرى، أن ما حدث أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية ووصمة عار في جبين إسرائيل ووصمة عار في جبين بريطانيا الدولة المسؤولة عن مأساة الشعب الفلسطيني وجميع الدول التي ساندتهم بأمس بقرار عدم التصويت أو حتى نعم ليس فقط في قرار عدم التصويت وفيما حدث أمس، بل في دعم العدوان الوحشي على قطاع غزة حيث استشهد 174 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال وجرح ما يقارب 1400 فلسطيني. جرائم حرب ارتكبت في غزة وقبلها ارتكبت جرائم حرب كثيرة ضد الشعب الفلسطيني، كانت الولايات المتحدة الأمريكية دائما إلى جانب إسرائيل، بريطانيا العظمى أو التي كانت عظمى تمتنع عن التصويت أمس رغم مسؤوليتها عن مأساة الشعب الفلسطيني، وكان من الأجدر بها أن تصحح خطأها التاريخي على الأقل بتأييد المطلب الفلسطيني العادل للشعب الفلسطيني. بالنسبة للسؤال حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل سواء خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو قبل ذلك وسترتكبها بعد ذلك، من الواضح أن هذه الانتهاكات يصل بعضها إلى ما يسمى بالقانون الدولي جرائم حرب. نعم. في العدوان الأخير على غزة قتلت إسرائيل 3 صحفيين وجرحت حوالي 10 صحفيين وباستهداف مقصود وباستهداف مقصود، وكان الصحفيون مميزين بلباسهم بكاميراتهم بمكاتبهم، وتعرف إسرائيل بدقة أن هذا المكتب للفضائية القدس، هذا المكتب الأقصى، هذا المكتب للMBC، هذا المكتب للعربية. الهدف الإسرائيلي الواضح من وراء استهداف الصحفيين هو منع الرأي العام العالمي ومنع الرأي العام المحلي من الاطلاع على جرائم الحرب التي ترتكبها خلال عملياتها العسكرية أو خلال الأدق خلال عدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني. ليس فقط في العدوان على قطاع غزة ولكن أيضا الصحفيين في مدينة القدس والصحفيين في كافة محافظات الوطن أيضا كانوا يتعرضوا لهذه الاعتداءات. لكن أريد أن أتوجه إلى الاستحقاق واستحقاق الدولة غير العضو في
الأمم المتحدة وما تأثيرها علينا كنقابة صحفيين وكيف ممكن نلجأ للقضاء حتى نواجه إسرائيل وحتى نأخذ حقنا منهم، ولو أنه الحق لا يعاد بعد الاستشهاد والاعتداءات على كل الصحفيين وكل أبناء شعبنا. نعم، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين هي انتهاكات متواصلة منذ عام 67 حتى اليوم. في مدينة القدس على سبيل المثال يعتقل الصحفيون الفلسطينيون، يمنع المصورين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، إسرائيل تمنع الصحفيين الفلسطينيين من الوصول إلى مصادر المعلومات، من تغطية موضوعية لأحداث معينة، وما يجري في القدس يجري في مختلف أنحاء الوطن، حيث يمنع الصحفيون الفلسطينيون من الضفة الغربية ومن قطاع غزة من الوصول إلى القدس. على العكس، على العكس وجود الصحافة الإسرائيلية في داخل المدن الفلسطينية ظاهر. نعم، في بعض هذه نقطة تسجل لنا وليست علينا. نحن لا نقارن أنفسنا بدولة تنتهك القانون الدولي. نحن نسمح للصحفيين الإسرائيليين بالدخول إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا شيء طبيعي، والأجدر بإسرائيل أن تتعامل بالمثل. حتى ملاحقة الصحفيين مخابراتيا وتصويرهم كل ما اتجهوا يمين ويسارا وداخل مدينة القدس تحديدا. نعم نعم، يتعرض الصحفيون لكم هائل من الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وفي غيرها. إسرائيل التي تدعي الديمقراطية وتدعي أنها مع حرية التعبير ومع حرية الكلمة، لا زالت حتى اليوم تخضع وسائل الإعلام الفلسطينية العاملة في القدس إلى الرقابة العسكرية الإسرائيلية. نعم. هناك مكتب في القدس الغربية يسمى مكتب الرقيب العسكري. على سبيل المثال، نحن في جريدة القدس مضطرون يوميا لإرسال بعض المواد التي ننشرها إلى الرقيب العسكري، والرقيب العسكري يشطب جزء من هذه المواد، حتى أن الرقيب أحيانا يجعل نفسه محررا فيستبدل كلمة بأخرى إلى آخره. يا هيك ما بتطلعش الجريدة، نعم. الجريدة، هذه هي دولة إسرائيل على حقيقتها. هي ليست مجرد يعني هذا الضيق وهذه المراقبة العسكرية والاستخباراتية ليست مقتصرة على العمل الإعلامي في القدس، بل على جميع ما يجري في القدس من ورشات عمل، من مسرحيات، من فعاليات. نعم، ونشاطات. نعم، ثقافية هنا وهنا. نعم. لكن عفوا، أريد التعمق أكثر في النقطة التي نتحدث عنها وهي حول الإنجاز الذي حققناه في الأمس وربطه بالدولة غير عضو الآن. نعم. بالضبط، يعني نتحدث عن التفاصيل الآن كدولة غير عضو أو كدولة مراقبة، كنقابة صحفيين فلسطينيين، ماذا نستطيع أن نفعل من خطوات ملموسة لإبعاد كل هذه الإجراءات عن الصحفي الفلسطيني في القدس وفي سائر أنحاء الوطن؟ نعم، بداية لابد من التأكيد على أهمية الإنجاز الذي تحققه أمس، وعدم التقليل من أهميته واعتباره مجرد إنجاز معنوي أو إنجاز نظري. كما تحدث الذين سبقوني، فإن الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الجمعية العامة أو في الأمم المتحدة يعني إمكانية انضمامها إلى مختلف الوكالات والمنظمات الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل. ما ترتكبه إسرائيل بحق الصحفيين، هناك ممارسات ترتقي إلى مرتبة جريمة حرب، ولدى نقابة الصحفيين سجل كامل بالانتهاكات الإسرائيلية على مدى السنوات الطويلة. نحن على علاقة وثيقة باتحاد الصحفيين العرب وبالاتحاد الدولي للصحفيين، وبإمكان استثمار إنجاز أمس باتجاه محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين، كالجرائم التي وقعت في غزة مؤخرا حيث استشهد 3 صحفيين وجرح ما يراوح 10 صحفيين بقصف صواريخ من طائرات F-16 الأمريكية الصنع. ماذا تقول سيد أمجد للصحفيين وخصوصا الصحفيين الميدانيين ومصورين صحفيين الذين هم وكأنه البزة التي يرتدونها هي هدف للبندقية والسلاح الإسرائيلي، ماذا تقول لهم في قلب الحدث وهم يغطون هذا الحدث، جميع الأحداث في كافة المدن والمحافظات على مختلف أشكالها ومختلف قمع إسرائيل لها؟
في الحقيقة لابد أولا من الإشادة بدور الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين، سواء في تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو تغطيتهم للحدث السياسي الكبير للأنشطة والفعاليات في مختلف محافظات الوطن، أو حتى تغطية الفعاليات التضامن والاعتراض على العدوان على غزة كان في قمع كبير. وبالتالي لعب الصحفيون الفلسطينيون منذ عام 67 وحتى اليوم دورا رائدا في إطار حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وكان لهم دور رئيسي في مواجهة الإعلام الإسرائيلي وفي مواجهة التضليل الإسرائيلي. نعم. وفي نقل حقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية من استيطان وقتل واعتقالات وحملات مداهمة إلى آخره، ولهذا السبب تستهدفهم إسرائيل. نعم. طبعا الصحفيون الفلسطينيون عندما يعملون في مناطق حرب مثلا أو في مناطق خطرة أو في يجب أن هناك شروط يجب أن يلتزموا بها على الأقل للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الاستهداف. نعم. الإسرائيلي. وهي الإجراءات يعرفها كل صحفي في الحقيقة وكل مصور، وفي الحقيقة أن المصور الصحفي تحديدا لتضيع الفرصة طبعا على الاحتلال الإسرائيلي بأنه يتحجج بأي حجة، ولكن أنا بدي أستسمح اسمحيلي كل الصحفيين الذين استشهدوا أو الذين استهدفتهم إسرائيل كانوا واضحين. نعم. كانوا واضحين لإسرائيل، وتعرف إسرائيل الصحافي. أنهم صحفيين وسياراتهم مكتوب عليها بريس أو تي في أو إلى آخره. نعم. والصحفيين اللي في القدس بيعملوا في القدس بيكونوا واضحين بلباسهم بكاميراتهم وتستهدفهم إسرائيل مباشرة. نعم. سيد أمجد العمري رئيس المجلس الإداري لنقابة الصحفيين الفلسطينيين وأيضا الصحفي في جريدة القدس، شكرا جزيلا لوجودك معنا، واسمح لي أنه خلص معنا انتهى معنا الوقت. اسمح لي ثانية. نعم. كلمة واحدة فقط، كنت أود أن أوجه. نعم. نداء من هنا حيث نحن على مقربة من الأقصى وكنيسة القيامة. نعم. إلى الأخ الرئيس محمود عباس وإلى الإخوة في قيادتي حركة فتح وحماس وإلى الإخوة في قيادة منظمة التحرير، كما قال الأخ الرئيس بالأمس أمام الجمعية العامة كفى للاحتلال، أوجه لهم نداء كمواطن فلسطيني كفى للانقسام. الشعب الفلسطيني حان الوقت لإنهاء الانقسام. الشعب الفلسطيني يريد أن يرى قياداته تعمل سويا. نعم. كما جسد وحدته في الشارع الفلسطيني. شكرا جزيلا السيد أمجد العمري، يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا سننتقل إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل بقية فقراتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا قدس، انتظرونا.
مشاهدينا رجعنا لكم لنستكمل بقية فقراتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا قدس، وهذه الفقرة مخصصة لإحدى الفعاليات التي تقام على أرض المدينة المقدسة لتفعيل دور الشباب في المدينة المقدسة وتفعيل دورها الوطني بحماية التراث وبتشغيل الشباب الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال دائما على قمعه وعلى التقليل من شأنه أو حتى على تخريب أخلاقه أو ما إلى ذلك. ونستضيف لهذا للحديث عن هذا الموضوع رامي نصر الدين، مدير مؤسسة الرؤية الفلسطينية والمنفذ الأول لقمة القدس الريادية التي سنتحدث عنها الآن. يسعد صباح الخير لكم لجميع مشاهدينا الكرام. رامي، سنتحدث اليوم عن قمة القدس الريادية الشبابية التي كانت الأسبوع الماضي تحت شعار الريادة من أجل المجتمع. هناك عدد كبير من المبادرات الشبابية التي على سياق هذه القمة ظهرت في الأشهر الأخيرة وفي السنوات الأخيرة التي تطالب بدور ريادي للشباب المقدسي تحديدا وتشغيلهم وتفاعلهم مع المجتمع ليكونوا فاعلين. برأيك ما هي الأهمية التي أدركها الشباب لتحقيق شراكة بينهم وبين القطاع الخاص كونها جزء من هذه المبادرات؟ الأهمية كانت الكبيرة في موضوع القمة كان إنه الشباب استطاعوا إنهم يربطوا علاقة بينهم وبين القطاع الخاص. نعم. وإنه ما تكون بس هي شعارات رنانة، بالعكس كان فيه كان الكثير إنه الحلو في الموضوع إنه الشباب ربطت علاقة هلا متينة وبده يكون في شراكة بينهم وبين القطاع الخاص. بس أضف لذلك إنه بدك تحطه في عين الاعتبار إنه في كثير مشاريع ريادية، أي نعم مبادرات مجتمعية، بس في مدينة القدس كثير في نقص لهذا الموضوع. نعم. والمعظم بتوجه لمدينة رام الله، وصار في هناك فجوة بين الشباب المقدسي بينهم بين سوق العمل خصوصا في مدينة القدس. نعم. فالقمة أعطت المجال إنه لإعادة روح المبادرات في مدينة القدس، خصوصا المبادرات الاقتصادية أكثر من هي مبادرات مجتمعية. نعم، من هون تكمن أهمية هاي المبادرات الشبابية لتعميق تواصلها مع القطاع الخاص. قبل ما نكمل هذا الحوار، في معنا تقرير تفصيلي عن القمة الشبابية اللي كانت الأسبوع الماضي، بنشوفها سوا وبنرجع نكمل الحوار. رامي تفضلوا. انطلقت فعاليات قمة القدس الشبابية تحت شعار الريادة في خدمة المجتمع بمشاركة ما يزيد عن 200 شاب وشابة مقدسية لتفعيل المبادرات الشبابية وعرضها على ممثلي القطاع الخاص والهيئات المختلفة من أجل تبنيها وتنفيذها على أرض الواقع. يعني الهدف من هاي القمة هو أنه نفعل دور الشباب، أنه الأفكار تيجي من الشباب نفسهم، طبعا الأفكار الريادية بنسوي تشبيك مع القطاع الخاص بالإضافة لشغل المجتمع المدني، ونحاول ندعم الأفكار الريادية الاقتصادية راح تخرج من هاي القمة. سعيد بهذه المبادرة الشبابية التي تضع القدس على خريطة العمل الشبابي، سيما وأنه كان هناك كثير من المبادرات في محافظات مختلفة، وكان هناك مبادرات أغلبها جرى تشتيته. المهم الآن والرسالة الأقوى من هذه القمة هو التركيز على توحيد جهود الشباب، الالتفات إلى قضاياهم، التركيز على العمل معهم والأخذ برأيهم حتى يساهموا في صناعة مستقبل أفضل لهذه المدينة التي نحارب ككلنا فلسطينيين نحارب من أجلها. نفذ القمة التي استمرت على مدار يومين متتاليين مؤسسة الرؤية الفلسطينية والمجلس الثقافي البريطاني وباديكو القابضة بشراكة مؤسسات برج اللقلق وقيادات والجالية الإفريقية وجامعة القدس، وذلك بدعم وتمويل من مؤسسة التعاون والاتحاد الأوروبي. كانت الفكرة اليوم أنه نجيب المانحين، نجيب القطاع الخاص ونجيب الشباب المقدسي حتى نفتح لهم المجال للحديث والتكلم عن الصعوبات اللي بيواجهوها، عن المعيقات اللي بتواجهها من قبل الاحتلال وسياسة الاحتلال في مدينة القدس، ونحاول انه من خلال هذا اللقاء والأسئلة المفتوحة المباشرة نوصل لحلول لمساندة ومساعدة الشباب المقدسي. أكدنا أن محافظة القدس فردت جملة من المشاريع التي تساعد الشباب المقدسي، خاصة من خلال برامج التوأمة التي تعقدها محافظة القدس مع عدد من العواصم العالمية في التوأمة ما بين مدينة القدس ومحافظة القدس. هذه مساحة سيتنفس منها الشباب المقدسي إن شاء الله في القريب العاجل. القمة جاءت لسد الفجوة بين الخريجين الجدد العاطلين عن العمل وسوق العمل الفلسطيني بالقدس ممثلا بمؤسسات القطاع الخاص، من خلال عرض أفكارهم الريادية ومشاريعهم عبر أكشاك وزوايا في أيام القمة والشرح عنها وإقناع المستثمرين بتمويلها.
كمنتفع ان القمه تفتح لنا كثير فرص ان نتعرف على رجال الاعمال والمستثمرين عندنا في البلد، تكسر الحواجز بيناتنا، نقدر نوصل لهم ايش بدنا بكل بساطه بكل سهوله، نحكي لهم ايش افكارنا ممكن يقتنعوا فيها ممكن ما يقتنعوا فيها. هذا بالاخر بيرجع لسيطرتنا احنا كيف انه نقنع المستثمر هذا او رجل الاعمال هذا انه يتبنى مبادرتنا، وكمان قد ايه مبادرتنا ممكن تفيد المجتمع وترجع عليه بعائد لنا وللمجتمع نفسه. في خطوة لمساعدة الشباب المقدسي، اجتمع أصحاب رؤوس الأموال مع الشباب لحثهم على الريادة وأخذ زمام المبادرة لإنشاء مشاريعهم الخاصة والبعد عن منظومة العمل التقليدية والخروج عن الأطر المألوفة بالتشجيع على الإبداع وتوفير الدعم. لصباح الخير يا قدس، كريستين رناوي. شكرا للزميلة كريستين على هذا التقرير. رامي، كما شاهدنا في التقرير تم التحدث عن هذا الربط بين الشباب المقدسي والقطاع الخاص من جهة، وأيضا ربطهم مع بعض الجهات التي قد تساعدهم في يعني بعض المستثمرين. طب ماذا عن حصيلة هذه القمة أو حصيلة هذا العمل المشترك؟ ما هل من نتائج حتى الآن فيما يتعلق بهذا الربط، هذا التعاون؟ هل وجد بعض الشباب فرص عمل على سبيل المثال؟ هل وجد بعض الشباب تمويل على سبيل المثال؟ الجميل في القمة أنه طلع في عنا 10 مبادرات اقتصادية من قبل الشباب. نعم. والجميل بهذا الحكي أنه طلعت هذه المبادرات خلال 3 أشهر بس من العمل، مش من هذا. وبرضه الجميل في الموضوع أنه في كتير قطاع شركات خاصة تبنت بعد الأفكار الموجودة عند الشباب، وبذكر من صندوق الاستثمار الفلسطيني وبذكر القابضة اللي تبنوا أنه نعرض عليهم 4 مبادرات من الموجودين اللي هم انبسطوا عليهم كتير وأبدوا إعجابهم فيها من أنهم يتبنوهم. بذكر من بعض المبادرات يعني اللي بنقدر نحكي فيها، قضية في مبادرة اسمها صنع في القدس اللي هي تطريز، بس تطريز بالطريقة الجديدة من خلال تطريز ملابس الشباب والصبايا بطريقة كتير جديدة وملفتة للنظر، تصميم عصري ولكن بوجود تطريز إضافة فلسطيني 100%. وفي إضافة عندنا في شيء اسمه القدس المصغرة، وهذا مشروع كتير كبير تم عرضه أنه بدنا نسوي القدس المصغرة في واحدة من الدول العربية المجاورة، لأنهم ما بيقدروا يجوا القدس يشوفوا القدس على أرض الواقع، إضافة لشركات خاصة ربحية لها مجال في التدريب والتوظيف. والجميل في هذا الحكي أنه معظم اللي شاركوا في القمة حتى الحضور استغربوا واستعجبوا انه الشباب عندهم كانت امكانيات رائعه في عرض مبادراتهم بطريقه كثير شيقه، وافكارهم نعم وافكارهم كثير كانت بس انه مش بس انها رياديه، افكار بناءه واحنا بحاجه لها في مدينه القدس. حكيت لنا عن هاي الافكار الرياديه اللي قدمها مجموعه من الشباب عن طريق اكشاك موجوده في القمه، بيتم عرضها بطريقتهم وبيعرضوا افكارهم على القطاع الخاص اللي كان مشارك برضه في القمه. لكن في نهاية المؤتمر ومن ضمن توصياته، شو هي الأفكار الريادية حتى نشجع كمان الشباب المقدسي والفلسطيني أنه يفكر بأفكار جديدة مشابهة لهذه الأفكار؟ شو هي الأفكار اللي كانت أو المبادرات اللي كانت ناقصة بهذه القمة وممكن حدا يفكر فيها ويعملها؟ صراحة أنه معظم شبابنا بتوجه بأفكار ريادية مجتمعية مش نعم. اقتصادية، وهي طبعا مهمة وإحنا بحاجة لإلها، يعني غير ربحية بقى. بس غير ربحية نعم. بالتحديد، وهذه كانت هي الإشكالية أنه ما فيها استدامة. نعم. وأنا بقول هذه هي الإشكالية الكبيرة، ما في استدامة في مشاريعنا. فهذا الأساس أنه إحنا عمالنا بنفكر من التوصيات أنه نشتغل مع الشباب والصبايا عنا في إعطاهم دورات في قضية كيف الاستدامة المجتمعية نعم اقتصادية واجتماعية، ونركز على الاقتصادية نعم. ونحاول كمان أنه يعرفوا أنه القطاع الخاص فيه له جزء مهم. أضف إلى ذلك أنه بالتوصيات طلعت أنه لازم الشباب عندنا خصوصا في مدينة القدس يعرفوا الإجراءات الإسرائيلية من خلال التراخيص نعم. لأنه معظم شبابنا بيعزفوا بيتوجهوا إلى مناطق الضفة الغربية، خصوصا في التحديد في منطقة في مدينة رام الله، بيتوجهوا أنهم يفتحوا شركاتهم هناك. فكان إحدى التوصيات أنهم يعرفوا حقوقهم وكيفية فتح آفاق عمل من خلال النظر وإعادة النظر في قضايا القوانين الإسرائيلية حتى يقدروا يستثمروا في المدينة المقدسة نعم. وأحد التوصيات المهمة طلعت أنه تكرار هذه القمة، وكان في هناك توصية وكان إجماع جميع قدام جميع الحضور من خلال القطاع الخاص أنهم هم بتبنوا أن القمة تنعرض كل سنة بسنتها. وفي شغله كثير برضه أنه لازم إحنا برضه نركز عليها، أن القمة ما كانتش قمة عادية من ناحية حتى الأمور اللي فيها، أنه ما كان في هناك لقاء وخطابات وشعارات نعم. كانت لا، هناك في حوار ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع حتى المؤسسات الدولية مع الشباب، وكان هذه فرصة كتير كويسة للشباب أنهم يحكوا اللي عندهم نعم. يطلعوا كل اللي عندهم. وأنا بقول هاي التجربة كانت نسميها إحنا فاتحة خير،
اكتشاف حتى قدرتهم على المبادرات هاي. وعلى فكرة يعني بس قصة نجاح الدكتور سالم سابي حضر القمة وحكى بطريقة طبعا فكاهية، هدول هم طلاب جامعة القدس، أنا كتير مبسوط يعني إنه لا أنا كتير مبسوط إنه طلاب الجامعة بيطلع عندهم أفكار ريادية بهذا الحجم، وأبدو إنه استعداد حتى الجامعة إنه نتواصل مع بعض ونشتغل بهذا الطريقة مع بعض. سؤال أخير باختصار شديد، يعني نحن نرى بعض التجاهل من للأسف بعض التجاهل من شباب من بعض الشباب المقدسي حيال هكذا قيمة وحيال هكذا نشاطات، كيف برأيك يمكن استقطابهم أكثر؟ كيف يمكن أن نروج عن هكذا فعاليات وهكذا مشاريع بشكل أكبر بحيث نستقطب ونجذب فئات أكبر من الشباب المقدسي؟ المشكلة بصراحة مش بالشباب، مشكلة في أنفسنا إحنا كمؤسسات مجتمع مدني، إنه إحنا لازم نوعي الشباب نتوجه لإلهم من خلال حتى نتوجه بفئة عمرية صغيرة مش طلاب الجامعات، لما بيكون الطالب والطالبة بصف 10 ل 11 إنه نبدأ نتوجه ونشتغل معهم ونفتح أفاقهم لأكثر من هذا الحكي. وبقول أنا هذا هو الأساس، إنه إحنا كمؤسسات مجتمع مدني وكحتى قطاع خاص وقطاع حكومي نشتغل مع الشباب هم في سن صغير على إنهم يفكروا، ما نيجي بعد ما يتخرج. احنا للاسف الشديد الاشكاليه كبيره انه ما بدنا نشتغل مع الشباب بعد ما يتخرجوا، وبكون هناك في فجوه بين سوق العمل واللي درسوا. فانا بفكر انه اهم شغله عشان نشتغل مع الشباب نشتغل معهم وهم بفئه عمريه صغيره. سيد رامي نصر الدين مدير مؤسسه الرؤيه الفلسطينيه والمنفذ الاول لقمه القدس الرياديه، اهلا وسهلا فيك ويعطيكم الف عافيه. شكرا كثير. شكرا جزيلا. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. مشاهدينا ننتقل الى فاصل قصير ومن ثم نتابع باقي فقراتنا، انتظرونا. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، وطبعا الآن إلى الفقرة الفنية أو الثقافية. فرقة دوم، فرقة مقدسية فتية تأسست حديثا، سوف نحاور الآن بالطبع أحد أعضاء الفرقة وهو الفنان وائل أبو سلعوم. صباح الخير وائل. طبعا أنت تعزف العود في هذه الفرقة، حدثنا أكثر عن هذه الفرقة، متى انطلقت بالضبط، عن هويتها، عن نوعية الموسيقى، نوعية الفن التي تنتجها. أول شيء سعد صباحك. صباح النور. صباح القدس. بتعريف دوم البدائي كانت مقدسية الهوى والهوية. إحنا شباب بننتمي لكتير فرق وبنشتغل مع كتير ناس في إطار الفن، المسرح والموسيقى تحديدا. وكان القرار إنه نكون جزء منتج في هذا المجتمع كثقافة. ثقافة الاشترار هذه صارت شوي مملة، فدوم أجت كثقافة بديلة
وثقافة منتجة، يعني ننتج كلمات جديدة، ألحان جديدة، موسيقى جديدة، قد تكون يعني جزء من حلول هذا المجتمع. لا لا، أغاني مجتمعية يعني بتحكي عن مشاكل، عن يعني أوضاع تحديدا بالثقافة. فالإنتاج وإنه الكل مقدسي في هذه الفرقة، هذا كان يعني العوامل الأساسية في التفكير في دوم. طبعا سوف نرى الآن تقريرا أعدته كالعادة زميلة كريستين حول إحدى العروض التي أحيتها فرقة دوم. نتابع. أحيت فرقة دوم المقدسية حفل انطلاقتها في عرض غنائي عازف على خشبة المسرح الوطني الحكواتي بالقدس المحتلة، بالتزامن مع ذكرى رحيل الكاتب السوري محمد المغوط، في إطار سلسلة الفعاليات التي تشهدها المدينة. إحنا بحاجة لتفاعل وحراك ثقافي أعلى مستوى في مدينة القدس تحديداً، لأنه إحنا حاسين بتدهور الحالة الثقافية والاقتصادية والسياسية في مدينة القدس تحديداً، فيعد هذا جزء من حراكنا باتجاه تفعيل الحياة الثقافية في مدينة القدس. جاء الحفل برعاية مدرسة الفرير في القدس ومؤسسة الفكر، اللذان يعملان بالتعاون مع مؤسسات أخرى على جمع التبرعات لتنظيم مشروع الأوبريت الموسيقي الخاص بالمدارس المقدسية نهاية الشهر الجاري. المضبوط، هذه نتاج شغل مجموعة من الشباب اللي هم عم بحاولوا يعيدوا تأسيس الحركة الفنية في القدس، اللي كمان هذه الحركة تكون حركة ذاتية لهاش تمويل خارجي، اللي تعتمد على ذاتها. وإحنا دائما بنشجع هاي التوجهات عند الشباب لأنه في مواهب كتير عندنا، وبالضرورة إحنا نحاول نستعيد القدس من خلال برامج من هالنوع، من خلال مواهب من هالنوع، ونحاول نساعد في تطوير الحراك الفكري والثقافي والفني في البلد. حفلات وأمسيات كثيرة تجري في مدينة القدس لتشكل حراكا ثقافيا ونهضة فكرية تنسج بسواعد المقدسيين بمختلف فئاتهم وميادينهم. يعملوا توأمة ما بين الموسيقى، الموسيقى الجميلة جدا تبعتهم، وما بين محمد المغوط، أنتجت عمل رائع جدا. بدنا نضيف لذلك إذا ذكر وائل أبو سلعوم وهو مخرج هذا العمل وهو اشتغل عليه، إذا ذكر وائل أبو سلعوم طبعا الطاقم كله بدون استثناء، حسن الشيخ، عامر الأشهب وكل الإخوة والصبايا اللي كانوا موجودين، يذكر الطرب الأصيل ويذكر الشغل الموجه والشغل اللي بيحمل معنى وبيحمل هدف. صباح الخير يا قدس، كريستين رناوي. مشاهدينا رجعنا لكم، بدي اشكر كريستين رناوي على هذا التقرير اللي اعطانا فكره كامله عن فرقه دوم، واعود الى وائل ابو سلعوم. وائل، نحكي عن ثقافه المقاومه، ونحكي عن حتى المقاومه عن طريق الثقافه كسلاح بايدينا، بما انه احنا عزل ما في بايدينا اسلحه مثل بيمتلكوها اعدائنا، الا انه في عنا المقاومه بالثقافه والاهتمام بالثقافه لاحياء تراثنا، بالمقابل التهويد والأسرة اللي بنعاني منها وخاصة في مدينة القدس. كيف أنت بتشوف تأثير هذا السلاح اللي بإيديكم، خصوصا أنتوا كفرقة حديثة التأسيس؟ بداية عشان ما لا أنظر ولا حدا ينظر علي، نعم، في مقولة لغسان كنفاني، بعرفش يعني بالضبط تحديدا شو هي، بس بقول أنه جل كلماتي هي تعبير سفيه مقابل من يحملون السلاح. نعم، وإحنا كمان تعبير سفيه جنب الناس اللي بيحملوا السلاح. نعم، بس هذا اكيد في تناغم تاريخي بين البندقيه والقلم، وبين النغم والسياسه، بين التوجيه السياسي، بين الاغنيه الثوريه، الاغنيه المجتمعيه حتى اللي بتعالج مشاكل مجتمعيه. بيروت هذه المدينه الجميله كانت في عز الحروب تنتج أجمل ما أنتجت للثقافة. نعم، بالأخوين رحباني، بفيروز، بزياد رحباني، بكل هدول المجموعة. وحتى لما انقصفت
بيروت كانوا ينتجوا أجمل ما أنتجوا للمجتمع الفلسطيني من غناء فرد. وكأنها بتستفزهم حتى الأحداث المؤلمة. 100%. وائل طبعا للأسف سنضطر للاكتفاء بهذا القدر، لكن قبل أن ننتهي معك نريد أن نسمع. تقدر تكمل بشار. نريد. أوكي. تستطيع أن تكمل نقطتك، لكن بعدها كنت أريد أن أقول لك أن ماذا تحب أن تسمعنا من العمل الفني. الثقافة لا شك جزء مهم، وإحنا كفرقة دوم قدمنا يعني واحدة من أغانينا، هلأ بحب أسمعكم إياها إذا في وقت سيفنا، للأسرى المضربين عن الطعام. نعم. كتبها الأستاذ محمد عيسى رويضي، اسمها جدل، يجدل وجع راسك تتغيظ حراسك. إذا ممكن تغيظ حور راسك وكتم جرح واسعو شد على ضراسك حلل بلا شرف الأوطان نصرك صابر ساعة ناور بأنفاسك واسمع رجاء أمك لا تفتحوا إلا لربك في الدعاء تنصر إحساسك تنصر إحساسك. وائل أبو سلعيم مدير أبو سلعوم مدير فرقة دوم، شكرا جزيلا لوجودك معنا ويسلم ثمك، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لك وائل، وطبعا أيضا سوف نحيي الفنان أحمد قليبو والمتواجد برفقتنا أيضا، طبعا هو فنان مقدسي معروف وسوف يطربنا الآن بإحدى أعماله، أعتقد أن الأغنية هي أعلناك يا دولتنا إن لم أكن مخطئا. أعلناك. تفضل فنان أحمد. الحق عالي يا أخي ولا يعلى عليه، والكون يشهد عن نصر شافه بعيني، والظلم زايل لا محالة ما تسألش فيه، نعلنها دولة والنصر رب الكون أوعدنا فيه، أعلناك يا دولتنا أعلناك، زيناك يا فلسطين زيناك، أعلناك يا دولتنا أعلناك، زيناك يا فلسطين زيناك، نور العز يا فلسطين اشعلناك، قائدنا الغالي عم يحمي حماك، أعلناك يا دولتنا أعلناك، زيناك يا فلسطين زيناك، نور العز يا فلسطين اشعلناك، قائدنا الغالي عم يحمي حماك. يا باب العمود يا أمل الموعود، أحلام جدودك رح ترجع وتعود، لكرامة عزك أعلى من الصعود،
ذكرى وتعزت أعلى من الصوت أعلى منك يا دولتنا أعلى منك زينك يا فلسطين زينك نور العز يا فلسطين أشعلناك قائدنا الغالي عم يحمي حماك يا علم فلسطين يا علمنا العالي فوق سوار القدس رفرف العالي يا علم فلسطين يا علمنا العالي فوق سوار القدس رفرف العالي تعمر دولتنا وتحيا امالي وتعمر دولتنا وتحيا امالي اعلناك يا دولتنا اعلناك زينك يا فلسطين زينك نور العز يا فلسطين اشعلناك قائدنا الغالي عم يحمي حماك اعلن دولتنا جينا نغنيلك يا ارض الحره ونشعل قنديلك كل الشعب بيهتف لك بفرحه عيدك اعلن دولتنا جينا نغنيلك اعلن دولتنا جينا نغنيلك كل الشعب بيهتف لك بفرحه عيدك كل الشعب بيهتف لك بفرحه عيدك اعلن لك يا دولتنا اعلن لك زي النكي فلسطين زي النكي علمناك يا دولتنا علمناك زي النكي